ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا النهاردة مفاجأة الحلقة. معانا فنان ومؤلف ورئيس مهرجان أوسكار إيجيبت، أستاذ عادل عمار. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي وتشرفت بيكي. منور الدنيا. ربنا يخليكي، ده نورك. ميرسي لحضرتك. حضرتك طبعا اسم على علم، يعني حضرتك معروف جدا ومحبوب جدا. انا مش عايزه اقول لحضرتك من مجرد اللي احنا عملنا تنويه كده ان حضرتك طالع معانا كميه المعجبين اللي اعجبوا بحضرتك، ومبسوطين جدا جدا اللي حضرتك نورتني النهارده في الحلقه. ربنا يخليك. ايه حب الناس ده؟ يعني سبحان الله، يعني حب الناس ده طبعا من رضا من ربنا، انا عارفه، بس ايه كميه حب الناس ده؟ هقول لحضرتك على حاجه، اهم حاجه تكون انت مخلصه لنيه اهدافك. فانا مهرجان اوسكار ايجي بتتبنى على ثلاث اهداف نبيله. من اول يوم في المهرجان الى يومنا هذا لم اتخلى عن اي هدف من الاهداف الثلاثه اللي متوجهين للمهرجان. الهدف الاولاني تكريم شباب السينما المستقله والقوه الناعمه في المجتمع. دول لوحدهم يعملوا لي قاعده جماهيريه عريضه جدا. الشباب موهوبين. بص حضرتك، طبعا، وبيجي لك ناس برضو مش موهوبه بتتمسح فيكي على انهم موهوبه، بس خلاص هو مصر، لانك لو ما اديتهوليش هيفضل يخرج يشتم فيكي. تدي لهم حضرتك طاقه ايجابيه بقى. دي التجاره مع ربنا سبحانه وتعالى، جبر الخاطر. طبعا. فدي اللي انا بقول لحضرتك دايما، اللي انا بحب دايما ان انا اشتغل عليها، جبر الخاطر. فانا مهرجاني من ثلاث اهداف، وبعدين نرجع لجبر الخاطر. دول ثلاث اهداف. الهدف الاولاني ان انت تكرمي وتتوجي شباب السينما المستقله والقوى الناعمه زي خبره التجميل، الهاند ميد، الفاشن ديزاينر، الشباب الصغير. يعني المره اللي فاتت مثلا، اليوم اللي فات ده، كان كرمت فيه شاب عنده 28 سنه فاشن ديزاينر، ولد مبهر اسمه سما ستايل. الولد ده ابهرني بشغله، واخد بال حضرتك، واول مره يتكرم في مهرجان. المهرجان ده عمل له نقله تانية خالص جدا، لما الناس عرفته وبداوا يتفاعلوا معاه اكتر، وبدا هو يشتغل يخش على جمهور جديد، اللي هو الشباب السينما ومخرجين ومذيعين اللي هم موجودين على الصفحه عندي. تمام. الهدف الثاني انك انت عندك فنانين راحلين بمجرد ان هم ماتوا وعدت سنه ولا سنتين يتناسوا من الاعلام. كان اخرهم الدوره كانت مهداه لروح الفنان محمود مرسي، هذا الفنان المبدع الكبير جدا. طبعا. لما تذكري اسمه في اي عمل من اعماله تقولي ده فنان ما جاش زيه. طبعا. تمام. طبعا، ما يتعوضش. فمهرجاني بيكرم الفنانين الراحلين، ده الهدف الثاني من المهرجان. قبل كده محمود عبد العزيز، نور الشريف، سيد زيان، حسن مصطفى، سعيد صالح، اسماء كبيره. بحيث ان انت كل دوره من الدورات تحيي روح فنان. وذكرى فنان كبير رحل عن حياته. الهدف الثالث اللي هم مين؟ انا بعتبر الست المصريه دلوقتي لازم ترجع تاخد حقها. فعلا. كانت مظلومه جدا زمان. ماشي، ترجع تاخد حقها في ان يشاد بيها. الست المصريه بتعمل اللي الراجل ما يقدرش يعمله، احنا يا دوبك دورنا ان احنا نروح نشتغل ونجيب فلوس ونرجع. تمام. هي بقى يعني تربي يعني وتعلم ولادها وتراعيهم وتراعي جوزها وتغسل له وتطبخ له كل حاجه، بقى شغل وبيت واولاد ومدارس ونوادي كل حاجه. انت فاهماني؟ فالست المصريه لو لما تشوفيها في السنين الاخيره، خصوصا بقى عندي في مهرجاني، بدات اكتشف عالم جديد في المراه المصريه. بلاقي بتوع الهاند ميد بيبدعوا في الهاند ميد، يعني في حد اسمها اماني ابراهيم من اسكندريه بتعمل شنط. استاذه اماني ابراهيم. اماني ابراهيم بتعمل شنط وحاجات جلد طبيعي، انا انبهرت بشغلها جدا. في ايا جاد دي بتعمل اكسسوار حريمي، حد مش عايز اقول لك، يعني بقينا ما نفكرش في الاكسسوار الصيني اللي كان بيجي لنا دلوقتي. بقت المساله كلها ان ايه، لا، المصريات بقوا يبدعوا. المهرجان بيظهر الناس. بالظبط. فانا بهتم بيهم. الثلاث اهداف دول اهداف مهرجاني. نرجع لجبر الخاطر. هو انا لما يجيني شاب واكرمه ويفرح ويخرج يكتب على الصفحه بتاعته شكر ليا، او انه فرحان، انه سعيد، انه ما ده بيديني انا طاقه ايجابيه. تمام. مش هو اللي بياخدها، ده انا اللي باخدها. بيسعدني انا ان انا اسعدت شاب او ست او ولد او مخرج. مزبوط. او ممثل او كلام منه. فبالتالي اصبحت جبر الخاطر بقى مزدوج،
انا بجبر بخاطره فهو يروح جابر بخاطري انا كمان بكلمه فعلا حلوه. يتجارى مع ربنا بالظبط كده. سبحان الله. فانت زي ما بتدي خير بيرجع لك الخير تاني في فعلا ابهى صوره. هو ده مهرجان اوسكار ايجي. يا ريت الناس كلها والفنانين تبقى زي حضرتك ربنا وتشجع يخليك. فعلا بجد، وتشجع فعلا الشباب ويديهم كده طاقة إيجابية بحيث إن هم يطلعوا فعلا جيل كويس. دلوقتي للأسف في ناس كتيرة يعني مجرد ما ظهرت خلاص بتنسى الشباب وبتنسى أي حاجة، المهم نفسها. بالظبط. والموضوع ده للأسف كتر، كتر جدا. فعشان كده بقول لحضرتك يا ريت فعلا الفنانين يبقوا زي حضرتك. بصي انا بتهاجم هجوم شرس ماشي، طبعا وكل موهبه بقدمها. يعني انا مثلا عندي عامر علاء ده مخرج ومونتير، اكتشفت ان الولد موهوب جدا بس محبط، ما فيش حد بيسانده، ما فيش حد بيديله الحافز ولا الدافع. تعالى يا تمام. عامر اشتغل معايا، هتبقى المخرج والمونتير في المهرجان معايا. الولد عمل لي شغل عبقري جدا. هو كان فين؟ كان مدفون، محدش بس يعرف عايز عنه حاجه. فرصة عايز الفرصه، انت فاهماني؟ عشان يطلعوا. فاحنا بنديلهم الفرصه ديت. تمام. هتيجي تقولي لي ايه، طب انت بتستفيد ايه؟ اقول لك هو لازم الاستفاده تبقى استفاده ماديه؟ لا. انا ايه اللي يخلي موقع المشاهير بتاع الويكيبيديا يكتب عني 15 سطر ويقول ان انا الاب الروحي لشباب السينما المستقله؟ دي لو حبيت ادفع لها فلوس ادفع لها قد ايه؟ كتير طبعا، مش كده؟ كتير جدا. لما هو وصل لي ازاي؟ لقى البحث عن عادل عمار كتير جدا، فبدأ هو يدخل على يدور على عادل، فلقى عادل ان الشباب بتشكر فيه علشان هو بيكرمهم و و و فراحوا محطيني في موقع الويكيبيديا، موقع المشاهير. تمام. فده في حد ذاته، لا ده انا القنوات الفضائيه اللي بتستضيفني في البرامج عندها، لولا اني انا عامل القاعده الجماهيريه بتاعتي ما كانوش هيستضيفوني، ما كانوش هيقولوا لي تعالى احنا عايزينك في مداخله تليفونيه علشان نستفيد من ثقافتك فعلا السينمائيه. مظبوط تمام. مظبوط. فبالتالي لا، المهرجان بيديني، بس ما بيدينيش فلوس، بس مش عايز الفلوس في حاجه، انا بيديني حاجه تانية اعمق واشمل، وهي ان انت طول الوقت الناس بتشكر فيك، الناس بتتكلم عنك كلام كويس. فعلا فده في حد فعلا ذاته فعلا حاجه كويسه. اول ما عملنا التمويل لا بان جدا ربنا يعني. يخليك. حضرتك مشرفني جدا. الله ندخل يخليك. بقى على الجزء الثاني، اتفضلي. موضوع التأليف. تمام. حضرتك بقالك قد ايه كده؟ بص، هو التأليف ابتدى معايا وانا ممثل. تمام. فوانا ممثل وانا قارئ جيد، لان انا عندي مكتبة الحمد لله في البيت فيها كل علوم الإنسانية، علم نفس، اجتماع، ذرة، تاريخ، فن، أدب، كل ما يتراءى إلى ذهنك هتلاقي الكتب دي عندي وبحب أقرأ فيها. واللي علمني القراءة الفنان الراحل نور الشريف. الله يرحمه. تمام. الله يرحمه ويحسن إليه يا رب ويغفر له. آمين. فلما أنا كان بيجيني عمل علشان أمثله وكنت أقراه، كنت أحس إن إيه، في الجملة هنا مش راكبة، إذا إن المشهد هنا ناقص، فأقترح تعديل على المخرج أو على المؤلف صاحب العمل تمام. بمنتهى الأدب يعني، فيقول لي آه ده هايلة جدا، يلا نعمل ده. فبقى مرة في مرة في مرة حسيت إن أنا عندي ملكة الإبداع التأليف. فبدأت أجرب نفسي في الأفلام الرواية القصيرة، لقيت نفسي بعمل فيلم مختلف عن الأفلام اللي بتتقدم. تمام. لما بدأت أكتب مسلسلات وعملت معالجات وعملت حاجات وبقيت أقدمها، لقيت الناس بتقول لي لا ده أنت بتكتب حاجة مختلفة، بتكتب مظبوط. لغة مختلفة. مظبوط. فبالتالي بدأت أكتب سينما، واخد بال حضرتك؟ يعني أنا في فيلم ليا بإذن الله تعالى بيتحضر بطولة محمد رمضان، محمد ده ابني. يعني ممكن في ناس تكون مختلفة معاه في بعض التصرفات، لكن محمد من جواه حد طيب قوي. وانا الحمد لله اول مسرحيه كان سنه 14 سنه، كان ساعتها في ثانيه اعدادي، كانت المسرحيه دي من انتاجي وكان هو بيمثل فيها، ما كانش حد يعرف عنه حاجه خالص، كان لسه بدايته. حتى قبل البدايه، واخد بال حضرتك؟ هو كان ساعتها ممثل وولد في ثانيه اعدادي، يعني حاسس بالموهبه وبيمثل في مسرح المدرسه. وبدأ يبقى في بيني وبينه، بعد ما شفته رايح اتفرج على المسرحيه بالصدفه، معزوم من مخرج المسرحيه، فشفته فقلت له انا داخل اعمل مسرحيه للاطفال، تعالى يا حبيبي. لقيته الولد على المسرح طاغي، يعني محمد موهبته مش هو فظيع بصراحه، مش يعني هو موهبته جايه دلوقتي، فنان كبير ويتحط في الدور مهما كان الدور. ده لما غنى نجح. يعني سبحان الله، انت ده فاهماني؟ من عند ربنا بجد. لما بيعمل اعلانات نجح. فأي حاجة بيحط رجله فيها سبحان الله فعلا بيتفوق فيها. نيته حلوة. اه والله الولد ده وبيعمل خير على فكرة،
يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه على قد الخير اللي هو بيعمله، هو اللي محدش يعرف يعني. هو ساعات بيعلن وفي حاجات كتيره هو ما بيعلنش عنها، انما فمحمد كمؤلف في ان شاء الله في عمل بيجمعني بيني وبينه. وكان عندي مسلسل من ملفات المخابرات المصريه وانا في العريش، سمعت عن بطولات وخيانات كتير جدا، فلفتت نظري حدوته كده، طفل صغير ساعد طفل بدوي، امي لا بيعرف يقرا ولا يكتب، قدر يعمل عمليه مخابراتيه من طراز فريد. قعدت ابحث في العمليه دي واجيب قرارها زي ما بيقولوا، وقدمتها للمخابرات وافقوا لي ان انا اكتبها. قعدت اكتب 3 سنين فيها، وبعدين جيت قدمتها لاحمد عز، اختلفنا لو هو، لان هو كان من وجهه نظره ان الولد دوره اكبر من دور ضابط المخابرات، تمام، وهي الحدوته هو البطل بتاع الحكايه. فقعدنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل للمعادله ان احنا نتفق، فشلنا في الاتفاق. فدلوقتي بيعملها اسر ياسين، بنحضرها معايا اسر ياسين. طيب نعرض الفيديوهات بعض اعمال حضرتك كده. ده شرف ليا يا ست كل. اخر صوره كانت مدام فيفي معانا، تمام، ده كان في المهرجان. في المهرجان انا بتربطني بيها صداقه اكتر من 28 سنه، تمام. فلما جيت فكره ان انا اعمل مهرجان في راس البر السينمائي هناك، فاول واحده كنت عزمتها هي، فشجعتني جدا وقالت لي، قلت لها هينجح؟ قالت لي هينجح، كمل يا واد واحنا بنشتغل. انت عارفه فيفي حد لطيف قوي وابن بلد يعني. فعملنا المهرجان في راس البر، نجح نجاح الحمد لله كويس قوي. رحنا ناقلين على بورسعيد، عملنا برضو حفله جامده جدا، وبعد كده استقريت في القاهره، لان تكلفه المحافظات بتبقى اغلى كتير في انك انت بتاخدي ضيوف، اغلى عن انك انت بتعملي في القاهره. في القاهره بيجي ياخد تكريمه ويروح، انما في بقيه المحافظات انت بتشيلي همه في اكله في شربه في نومه في انتقالاته في حاجات كتير جدا. فاضطريت ان انا بعد تجارب عديده في راس البر، بورسعيد، المنيا، المنصوره، السويس، قلت لا انا استقر في القاهره بقى. في القاهره، تمام. مش عايزه اقول لحضرتك انا مبسوطه جدا. الله يخليك. الفقره دي والساده المشاهدين مبسوطين جدا، ولو حضرتك تشوف كميه الناس فعلا اللي بتحبك. الله يخليك، ده من ذوقك والله. لا بجد، لا انا ما بعرفش اجامل، المعروف عني ما بعرفش اجامل. الناس اللي حضرتك بتحبك بتحبك فعلا من قلبها. يعني مجرد اللي احنا عملنا كده لحضرتك طالع دخلوا على الصفحه، لا بجد فعلا هتجيبوه. طب البرنامج ايه بتاع، يمكن الحد كمان اللي ما بيشوفوش البرنامج اهتموا ويشوفوا عشان فقره حضرتك النهارده. الله يخليك، ده من ذوقك والله. نورتني جدا، وطبعا ان شاء الله ده مش هيبقى اخر لقاء. ده شرف ليا. هتوعدني حضرتك طبعا. ده شرف ليا. ميرسي لحضرتك على الفقره. تحت امرك. طيب نطلع فاصل بقى ونواصل فقراتنا.